مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. بيسرني كثير اليوم اني استقبل الامين العام للاتحاد العمالي العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستاذ سعد الدين حميدي صقر. اهلا وسهلا فيك. وطبعا نحن دائما على تواصل خصوصا بما يتعلق بالنقابة اللي كمان حضرتك مسؤول عنها غير انك الامين العام وايضا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كل الانظار تتجه اليوم الى الموازنه ودراسه الموازنه وكلنا ناطرين هلا شو بده يستر من بعدها، لانه لما كانت عم تنشغل بمجلس الوزراء البلد كل كنه عب الشارع، فكيف اليوم انتظار القرار النهائي؟ كيف عم بتواكبوا هالموازنة؟ وهل برأيك كل ما أشيع عنها وكل ما تم الحكي عنه قبل ما تندرس مجلس نيابة ممكن يتطبق بحياتنا اليومية مع وضع معيشة اقتصادي أنتوا أدرى الناس فيه استاذ سعد الدين؟ أولا أنا بشكرك على الفرصة اللي أتحتي لي هي أنا أكون في منبر الام تي في. والحقيقة اللي وأنا هذه المحطة المميزة أنه عندها برنامج للناس اللي يقدر يعبر الناس فيه عن وجعه من خلال برنامجك. شكرا. اللي نحن منتابعه وخاصة يعبر عن هموم وشؤون ومشاكل الناس الحياتية يلي نحن بحاجة أنه هذا الصوت يكون مسموع. نحن ما في شك موضوع الموازنة يمكن عقد مجلس الوزراء أكثر من 20 جلسة لمناقشة هذا الأمر، وكل جلسة كنا نشوف تحركات بالشارع، كنا نشوف الأصوات اللي تطلع من هون ومن هون، وكنا نشوف مشاحنات اللي كانت أيضا بمجلس الوزراء وانعكاساتها على الشارع والمزايدات اللي كانت موجودة. نعم. ولولا الحكمة اللي كانت موجودة يمكن بالقيمين على الليرة وعلى الأمور، مع ذلك كانت الليرة عم تلعب هذيك الوقت والناس كلها راحت تقلب من الليرة اللبنانية للدولار، صاروا عم يطلعوا، يعني كان في مشكلة وطنية حقيقية على كل الصعد نتيجة المشاحنات وعدم التعاطي بموضوع الموازنة بشكل يريح البلد ويريح الناس 100%. ويكون هذا المشروع تاع الموازنة هو هم الدولة والقيمين عليها. كنا عم نشوف انه كيف قالب جبنة ما شفناهم قربوا للناس اللي غنوا نتيجة الحرب، ما شفناهم قربوا لأصحاب الثروات المستحدثة، ما شفنا عندهم هم واحد انه كيف بدهم ياخذوا من جيبة الفقير ويعطوا هذا الناس. كل الموازنة وسوء الإدارة المالية اللي كانت على مدى سنوات بده يغطيها هذا الفقير ويغطيها المواطن العادي من خلال الضرائب اللي كانت عم ترفع. ما سمعناهم جابوا سيرة الضريبة التصاعدية كما يجب، ما سمعناهم جابوا سيرة الأملاك البحرية والدولة تاخذ حقها كما يجب. شفناهم متلهين بالصفقات النفايات اللي كانت بالشوارع، اي شركه بدها تاخذها وكيف عم يقسموها. ويا ريت لقينا الحل، لكن اليوم نحن وين عايشين الحل. وحضرتك الاولى بالناس بقضايا الصحه والبيئه يعني. صحيح. وبعدين اضافه الى ذلك التردي الخدمات الاستشفائيه، التردي بموضوع التعليم. من ايمتى نحن بنشوف انه موازنه بتجي بتمس بمداخيل المؤسسات الاجتماعيه اصحاب الحاجات الخاصه؟ يعني مثل امبارح سي زوبال وبكره اسمع قبل مره يعني كفاءات يعني انا بدي اقول شغلي، اذا كان في دور للدوله هي رعايه المواطن. نحن المواطن اليوم اخر همهم انه يتعاطوا معه بالشكل السليم والصحيح. نحن عم نشوفهم انه قاعدين لحين الفقير ولحين ذوي الدخل المحدود. يعني مين كان بيخطر بباله انه في 1000 ليره على ارجيلي مثلا؟ يعني مثلا والارجيلي الدوله منعتها، يعني في ممنوع التدخين. اولا انا بدي اقول ممنوع التدخين بتاخذوا منها 1000 ليره. فنحن عم نشوف بس ما دقوا بالسيجار ولا بال يعني لا ما انا احنا بلشنا حديثنا انه ما دقوا باليخوت مثلا بالرسوم مثلاً اليخوت. ما دقوا بالاشياء اللي نحن ما شافوا قدامهم الا الفقير. هذا الفقير اللي دقوا فيه.
وهذا يعني زود الدخل بحالة معظمهم عندهم يخوت يعني وعندهم يعني تجارات وعندهم يعني أنا بدي حتى الطيران الخاص ما دقوا فيه بس دقوا بالخروج ويعني للمسافر أنا بس بدي أقول شغلي إنه نحن يا ريت هن بيتذكروا ماضيهم وبيتذكروا فقرهم اللي كانوا فيه يكون مساعد للفقراء ما يكون انتقام من الفقراء. اليوم استاذ سعد الدين كيف الاتحاد العمال العام والمجلس الاقتصادي عم بيتابعوا الموازنة اللي عم تندرس اليوم نحن بمجلس النيابة؟ نحن الاتحاد العمال العام نحن بدنا نحكي بموضوعية. الرئيس السابق الاتحاد استاذ بشارة أسمر بدنا نذكره بالخير لأنه هو كان في له تحرك مهم جداً لمواجهة كل التحركات اللي كانت للموازنة. نعم. ونزلنا بأكثر من محل بالشارع، ونزلنا بأكثر من محل ونحن لهلا نحن نترقب مجلس النواب كيف حيتعاطى مع الموازنة. رئيس الحالة هو موجود هلا بجنيف بمنظمة العمل الدولية. الرئيس رئيس الحالة زميلنا الأستاذ حسن فقيه موجود بجنيف لمؤتمر العمل الدولي لحد لأنه هذا مؤتمر سنوي. نعم. ودولي ولبنان ما بيقدر يكون غايب عنه. هلا نعم. هو معالي الوزير كميل ابو سليمان والصناعيين موجودين هناك اطراف الانتاج الثلاثي ان شاء الله بيرجعوا بالسلامه ونحن بدنا نتابع مجلس الوزراء نتابع مجلس النواب واليوم اللجان الماليه بدات تتحرك وعم تدرس وبلشت تثبت ببنود بس ولكن نحن في امور لما توصل لها بالمجلس النيابي سيكون لنا موقف الصوت العالي فيها لتصويب الامور لانه دور الاتحاد العمالي عام هو وجع الناس ومصالح الناس وايضا نحن نتطلع الى رياحه باقتصادية اجتماعية لأنه اليوم نحن شايفين بهالموازنة كلياتها موازنة أفقار الفقير والحفاظ على ثروات الأغنياء الموجودين خصوصا مش غريب عنك اليوم لما الناس بتجوع يعني تلقائيا الثورة الجائع بدها تبين واليوم نحن عم نشوف قديه فيه وبتعرفوا قديه عم يجيكم شكاوى عن افلاس عن صرف تعسفي عن امور عديده قديه بدها تلحق المحاكم العمل وقديه انتم كاتحاد عمال عام بدكم تضبطوا كمان من خلال النقابات ما يحصل في المؤسسات العامه يعني عم نسمع اليوم في مستحقات ما عم نقول نحن بدنا زيادة أجور بدنا نقول مستحق على القليل ما يشيلوا لنا إياه مدخرات من مستعملها اليوم يعني أنا بدي أقول شغلي اليوم واحد كان يخلص يشتغل 30 40 سنة نعم. ياخذ هالقرشين يحطهم ببنك يعيش ورا فوائده اليوم حتى هذا المبلغ فقد قيمته ما يقدر يجيب فيه الدواء تاعه واليوم نحن مثل كل بلدان كل العالم انه الانسان بيتكرم بعد ما يطلع التقاعد نحن بيتبهدل الانسان عنا من بعد ما يطلع التقاعد نحن ما بيعود عنده اي ضمانه الضمان الصحي اللي انا اشتركت فيه على مدى 30 40 سنه بيوصل لوقت انه وقفنا عنه الضمان او بده يدفع مبالغ غير قدرته انه يقدر يدفعها انا بدي اسال سؤال انا اليوم نحن بحياتنا وبعمرنا اليوم الشاب بيشتغل من اليوم الابيض لليوم الاسود انا بتحملين الشمسيه بالصيفيه شو بدي فيها انا بدي احمل الشمسيه لما بتكون الدنيا عم تشتي وفي امطار غزيره لحتى احمي حالي فيها صحيح. ما بقى عندي وقاية أنا اجتماعية لحتى أوصل على اللي أنا بحاجة له إني أقدر لاقي هذا الأمان الاجتماعي اللي نحن طالبينه نحن عم نشوفهم أجوا للمستشفيات ما فيه تعليم ما فيه كل مقومات الحياة اللي هو بحاجة إلها ما في ضرائب 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 مين بيقدر يتحمل فاتورة الكهرباء اللي عم تيجي على البيوت عم تيجي فاتورة الكهرباء أكثر من الحد الأدنى للأجور المي كهرباء الطرقات على كل حال المي فاتورتين عدا يعني السترنات رايحة جاية الكهرباء كلنا بنعرف ثلاثة فواتير المي ثلاثة فواتير مي شرب ومي استعمال ومي بيرجع بيجيبوها فاليوم نحن
الدولة للأسف بعدهم بيحكونا بالسدود وبيحكونا وبيحكونا بيرجعوا بيرعبوك من السد هذا إذا انفجر بدها تغرق المنطقة 100% وقد تسمعوا فيها وتهجر ناس وتهجر ناس وبتعمل. نحن للأسف كل مشروع عم بيكون هو مشروع استثماري وليس مشروع رائع يعني مصالح الناس واهتمام بفقر الناس. نحن من بعد الفاصل استاذ سعد الدين حميدي رح نتابع معك كمان حتى نشوف الحلول اللي ممكن، لانه بعرف انه الاتحاد العمال العام ما كان بس يطرح صوت، كان يطرح بديل، يطرح حل. خلينا نفوت كمان بالحلول، وهذا اسم برنامجنا الحل عنا. فاصل ومنتابع. متابع الحل عنا عبر الام تي في مع الامين العام للاتحاد العمال العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستاذ سعد الدين حميدي صقر. وصفنا الوضع يلي منه غريب لا على السياسيين وعلى المواطنين العاديين ولا على النقابات، والكل في ترقب. ولكن اليوم ولا مره الاتحاد العمال العام الا ما كان يعمل دراسات، الا ما كان لما ينزل حتى على الشارع كان يعبر غير عن رايه بقدر ما يقول وين البدائل. اليوم بعد فينا نقول في بدائل استاذ سعد الدين على اللي شفناه واللي عم نشوفه؟ شوف لك شغله، تميزت بالفتره الاخيره قياده الاتحاد العمالي العام بالاشياء العلميه والدراسات. يعني مثل ما قلت لك من شوي بنذكر بخير لزميلنا بشارع الاسمر، كنا نعتمد على الخبراء على المستشارين وعلى أصحاب الرأي. ما كنا نحن نمشي بشكل أنه والله رأي عم ماشيين فيه، لا كنا نمشي بالطرق العلمية الصحيحة السليمة من خلال تقارير المستشارين الاقتصادي القانوني كل هالأمور. ونحن الفريق ما زال موجود. ليه ما سمعوا لكم؟ ليه ما بيسمعوا؟ هلا الفريق ماشي. نحن بكرة لما يرجع إن شاء الله رئيس الاتحاد من جنيف، نحن عنا اجتماعات مفتوحة وحنواكب مجلس النواب بكل خطواته وبكل مادة بمادتها. لأنه هلأ بدأت تصير، لأنه تواكب مجلس الوزراء مجلس نيابة تركيره اليوم تاني جلسة بعد ما بلش مجلس النواب. بعد ما بلش وأول شيء نحن عنا ثقة برئيس المجلس الرئيس نبيه بري، لأنه الرئيس نبيه بري هو ضمانة اجتماعية اليوم الحقيقة بكل البنود اللي بتعني الناس وبتعني الفقراء وبتعني ذوي الدخل المحدود. يعني نحن نعول كثيرا على نفس الرئيس بري بأنه هذه الأمور ما تمر على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود. هلأ يمكن هي هلأ نحن ما بينزيد على شيء، بس ممكن يتعدل شيء. نحن لا، نحن في شغلات قد نحن نرفضها بالمطلق اجت من الحكومة بس لا تتوافق مع مصالحنا. نحن بكرة في عنا تجمع كبير بالاتحاد للمستأجرين. نحن لأول مرة حطينا المستأجرين قدام مع الصغار المالكين، لأنه هذا مظلوم وهذا مظلوم. ما حدا قدر جمع هالفريقين إلا الاتحاد العمالي العام. وبعدين بكرة كمان بنفس النهار الاتحاد العمالي العام في عنا لقاء لكل العاملين بالمستشفيات الحكومية اللي هلأ صاروا أشهر طويلة ما قبضوا معاشاتهم. هذه اللي كمان بلش فيها الدكتور بشارة، ونحن عم نتابع الموضوع لأنه نحن عمل مؤسساتي وعمل استمرار مش عمل يعني على القطعة. لا نحن عمل مؤسساتي ونحن هنستمر. يعني اليوم مع الرئيس حسن جعفر مستمرين بنفس حسن فقيه بنوجه له تحية نائب المياه لبع حسن فقيه، يعني مستمرين بالخط اللي بده يعني يواكب كل ما سيحصل. نحن الاتحاد العمالي العام اجتماعاتنا مفتوحة لمواكبة كل اجتماعات المجلس النيابي، وكل وفيها ميزة انها حتكون منقولة على مباشرة. نعم. نحن من هون هن بالمجلس النيابي، نحن بالاتحاد العمالي العام كل ما يتعارض مع ما يتعارض مع مصالح الطبقة العاملة والفقراء وذوي الدخل المحدود، نحن أكيد رح نحاول نصوب الأمور ولو بكافة السبل بكافة الطرق. ونحن على تواصل مع أكثر شريحة من النواب
ومع بعض الوزراء اللي هن كمان من وجههم تحية موجودين. وفي هذا الموضوع المجلس على كل حال المجلس الاقتصادي طلع 3 نواب. لا نحن طلع في اول شغله حظ المجلس الاقتصادي وجه خير رئيس وجه خير بريزيدان عربيد انه 2 وزراء و2 نواب 2 نواب صحيح 2 نواب و2 وزراء فان شاء الله يعم خير وجه على الجميع ان شاء الله. بس هيك اخر سؤال اليوم، الكل عم يسال ما مصير الاتحاد العمال، هل سيبقى حسن فقيه الرئيس ام رح يكون في انتخابات جديده لقياده جديده؟ والله ليك بدي اقول لك شغله، نحن اولا يلي صار لم يقم بالحسبان، نعم، ويلي صار كان مفاجأة لنا كلياتنا لكل الناس حتى للمواطنين. ايه معلش بس اقول لك انه في شيء مهيئ ومخطط، ما في شيء مهيئ ومخطط، بس ولكن نحن عم نواجه قصه حصلت بدون لا على البير ولا على الخاطر مثل ما بيقولوا، عم نواجهها بكل عقلانيه ومصلحه الاتحاد ووحده الاتحاد. والحمد لله نحن من خلال التعاون مع كافة الفرقاء بالاتحاد ومن حول الاتحاد قدرنا نحافظ على وحدة الاتحاد ونحافظ على خط الاتحاد. اليوم زميلنا الدكتور بشارة قدم استقالي، هو قدم استقالي طوعية، ونحن بنحترم قراره لأنه هو أدرى كان بالظرف اللي كان عم يمر فيه. نحن طبقنا عم نطبق النظام الداخلي بحذافيره. النظام الداخلي يقول أن يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس لحين استمرار، وشو بيقرأ شو بيقول الكتاب لحنطبق شو بيقول الكتاب، يعني القانون، يعني شو بيقول القانون، شو بيقول النظام الداخلي للاتحاد، شو بيقول النظام المعترف فيه ومصدق عليه من وزارة العمل، نحن لحنطبقه بحذافيره. وتطبيق بما حدا عنده رغبة أنه يعمل أي خلل بالاتحاد، وحدة الاتحاد فوق كل اعتبار. نحن في عنا شيء أهم من أي موقع، نحن عنا مرحلة اجتماعية اقتصادية صعبة بدنا نواكبها بكل مسؤولية وبكل وعي، وبالتأكيد نحن حنكون كلاتنا إيد واحدة. لأنه لأول مرة اسمحي لي أقول لك شغله، كنا بالعادة لما بكون في انتخابات تلاقي قبل 6 أشهر الكل الأسماء، هلأ الكل عم بيقولوا لك أنه نحن منا مستعجلين، بس بدنا نوصل بالاتحاد لوحدته لدوره لحتى يقدر يقوم بكل الأمور هيدي من خلال داخل الاتحاد ومن جانب على جوانب الاتحاد. قبل ما طبعا نقفل الحلقة، أكيد شو رأيك بالقرارات اللي عم يتخذها وزير العمل اليوم بموضوع العمالة الأجنبية؟ شوفي أنا إداية بتريح العامل اللبناني، لأن اليوم العامل اللبناني عم يشكي يوميا. أول شغلة وزير العمل عم دوره بحاول حماية اليد العاملة اللبنانية، بس أنا ما بدي أعطي القصة أكبر من حجمها، نعم. لأنه بنحن بالنهاية عنا لبنانيين عم يشتغلوا بكتير من الدول العربية. وشفنا هيداك النهار يمكن كمان نزوة سياسية أو تصحيطة سياسية، يعني لو حدا غيره كان صار فيه مثل ما صار بغيره. أنه اليوم أنا بدي أجي أحكي ببلدان عربية، أنا عندي 200 ألف عامل، 200 ألف لبناني عم يشتغل ببلد، بعطي هيك مثل مليون في تاجر سعودي وقف عماله اللبنانيين موظفينه اللبنانيين. نحن بدنا نتعاطى بحكمة، ما بدنا نتعاطى بشو اسمه. أنا بدي أقول شغلي لمعالي الوزير، يا معالي الوزير أنت عم بتقوم بدورك، قوم بدورك بتطبيق القانون على العمالة الأجنبية واللبنانية. مثل اليوم لما عمال يجي المصنع والتاجر وعم بيجيب العامل الأجنبي عم بيشغله بدل 8 ساعات 12 ساعة، عم بوفر على حاله الضمان الاجتماعي، عم بوفر على حاله رسوم إجازة العمل، عمال يجي شغله بالسخرة وعم بيعطيه، وهيدا مش مقبول كمان، يعني في احترام وعم بيعطيه تلت اذا ما قلنا تلت معاش العامل اللبناني، يعني هذا صار عبوديه. اكيد ما عاد ما حدا بيقبلها. انا بدي اشكرك لانه خلص الوقت. انا بدي اقول شغله بس كلمه، لما بتطبق هذه القوانين بتصير
مصلحتهم يشتغلوا يجيبوا العامل اللبناني ويوصفوا اللبناني 100%. أهلا وسهلا فيك دايما الأمين العام للاتحاد العمالي العام الأستاذ سعد الدين حميدي صائر. بعطيكم موعد بكرة مع الحل عنا دايما عبر الام تي في. إلى اللقاء. شكرا. أنا وشكرا.